ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم ارض عنا وعن شيخنا وعن والدي والحاضرين والمسلمين. آمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه: وما زلنا مع كتاب الجهاد والسير. قال رحمه الله: باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب؟ عجيب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل المقري. فين موسى بن اسماعيل؟ حدثنا اسحاق ان فين موسى بن اسماعيل اللي جبته منه؟ موسى بن اسماعيل الله يكرمك، من اين اتيت به؟ من اين؟ الله يبارك، انت فين اصلا؟ قال حدثنا اسحاق. اسحاق واسحاق بن ابراهيم الحنظلي؟ هو من ثقات الازبات له جماعه، شيخ البخاري. هذا الكوسجي. اقرا كده. اسحاق بن منصور بن بهرام. لا، اسحاق بن منصور مش اسحاق بن ابراهيم. اسحاق بن منصور الكوسجي، نعم، هو من شيوخ الإمام البخاري. قال أخبرنا يعقوب. يعقوب بن إبراهيم من الثقات. قال حدثنا ابن أخي ابن شهاب. من هو ابن أخي ابن شهاب؟ محمد بن عبد الله بن مسلم. أي نعم، هو عن 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 زهري. عن 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 عمه هو الزهري. هذا محمد عبد الله بن مسلم ثقة، وعن عمه هو الزهري أمير المؤمنين في الحديث. ابن شهاب، نعم. أنه قال أخبرني عبيد الله. عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود من ثقات الأثبات من الفقهاء السبعة في قول، وهو كما قال الزهري نفسه قال: استعبت كل ما جلست أحدا استعبت ما عنده إلا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. كان محدثا فقيها. نعم. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. عبد الله بن عباس من عبد الله الأربعة من سبع المكثرين عن النبي الأمين. وهو صاحب ابن صاحب، وهو أثري وترجمان القرآن حبر هذه الأمة. أخبره أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى قيصر وقال: فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. نعم نعم، هذا أصالة هذا الحديث فيه ما فيه من الفوائد العظيمة. فيها اولا كما قلنا بان هذه الروايه اصلا ابن عباس يرويها عنه، راى عن ابي سفيان، وابو سفيان حملها ايش؟ كافرا، واداها مسلما. وكما قلنا باتفاق المحدثين انه يجوز ان يحمل صغيرا او يحمل صغيرا او كافرا او مجنونا، لكن عند الاداء يشترط فيه ايش؟ ها، الاسلام والطفوله صح، والبلوغ. بالله عليكم مجنون سيحمل حديث؟ بالله عليكم مجنون سيحمل حديث؟ انتم 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 في يعني ما ادري، الاطاله غفلتكم ام انتم اصلا تعيشون في غفله ام ماذا اقول؟ الله يهديكم. فالمهم انه اذا حمل صغيرا يجوز، المهم عند الاداء يكون بالغا، والمهم عند الاداء ايضا يكون مسلما. نعم. وهو كتب النبي صلى الله عليه وسلم لقيصر قال: بسم الله، السلام على من اتبع الهدى من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم. وهذا فيه ادب الخطاب، وينزل منزلته عند الكفار. نعم، يعطيه منزلته عند الكفار من اجل القبول، لانه لا يقبل، يعني قد لا يقبل. وده الحدث مع كسرى عندما تعجرف وتكبر لكن مزقه الله جل في علاه. الغرض المقصود قال أسلم تسلم، وإلا فعليك اسم الأريسيين. فقال: فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين. هو بيقول يعلمه الكتاب، يعلمه الكتاب أساسا الحروف العربية هنا، لأنه سيقرأ ويترجم له ويتعلمه في مسائل، لأنه هو العلماء قالوا استدل به بعضهم على جواز مس الجنب للمصحف وقراءة الجنب للقرآن. قالوا لأن الذي ترجم وقرأ له هو كان جنبا، طبعا هو كان جنبا لو اغتسل غسله لا يرفع جنابه، لانه فقد للنيه، فقد الاسم فقد للنيه. والحقيقه انا نقول ليس هذا في محل النزاع، لان هذا كان في محل الدعوه، وفيها ايه واحده التي ارسلت له في هذا الباب، طبعا في اسلامه. لذلك نقول بانه لا يستدل به على ان الجنب يقرا القران، بل الجنب يمنع، كما قال ابن ابي طالب، قال وبسند حسن، قال كان الانسان يقرا القران على كل احوال دون القران، وايضا توضا وضوءا ثم
قرأ بعض الآيات. قال هذا لمن لم يكن جنبا، أما الجنب فلا ولا حرفا واحدا، يعني لا يقرأ حرفا حرفا واحدا. وقال ابن عباس أنه يستطيع أن يقرأ، هذا كلام ضعيف جدا، وجاءت أحاديث وإن كانت ضعيفة على منع الجنب يقرأ القرآن، لكن الأدلة كثيرة جدا. ما لكم لا ترجون الله وقارا. فهنا أيضا لا يستدل بالحديث على أنه يجوز قراءة القرآن للجنب. وفيها أيضا كما قال فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، يعني الفلاحين. ولهذا المعنى ذهب أبو حنيفة إلى لا بأس بتعليم الحرب والذمي القرآن والعلم والفقه، رجاء أن يرغبوا في الإسلام. وهذا قول للشافعي، والقول الثاني قول المالكية، قول لا يجوز، لا يجوز تعليم، لا يعظم القرآن، لأنه أيضا نجس، لقوله تعالى إنما المشركون نجس. نعم. وأيضا استدل مالك بالنهي عن حمل القرآن إلى بلاد الكفر، لا يحفظون فضله. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر. احتج بعضهم بحديث الباب أنه هرقل كتب له بآية، وأيضا من رواه حماد بن سلمة عن حبيب المعلم قال سألت الحسن أعلم أهل الذمة القرآن؟ قال نعم، أليس يقرؤون التوراة والإنجيل والكتاب؟ وهذا الحق أنه لا يجوز إلا أن ترجو إسلامه، إلا أن ترجو إسلامه. وهؤلاء لا يؤتمنون، بل هم أشد الناس ضراوة وحربا على الإسلام وأهله، فلا يجوز. ولذلك حمل المصحف إليهم لا يجوز. وقد قال الطحاوي يكره أن تعطي الدراهم التي فيها القرآن وفيها الآيات للكفار، لأنه لو مسها مس قرآنا وهو يكون جنبا وجنبته لا ترتفع. وفيها هنا أن المقدم على الناس يأخذ أجرهم أو يأخذ إيش وزرهم، هكذا المقدم على الناس، إما أن يكون أن الذين خلفه إن كانوا في الصالح فهم في ميزانه، وإن كانوا في الطالح فهم عليه. نعم. الباب الذي بعده. أنا قلت أن البخاري يعني دخل عليه على أنه لما تكلم بهذا الكلام عن سلم هرقل وقال لو كنت عنده لغسلت الماء من تحت قدميه، على أنه مات على الإسلام، وصحيح أنه آثر الدنيا على الآخرة، لأنهم نفروا منه نفرة، فقال إني كنت أختبر تمسككم بدينكم، ورجع عن قوله. نصحهم قال سيكون الملك لهذا النبي وملككم يكون معه، نفروا حسدا وحقدا. اليهود علموا أنه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، فقال هو قال ماذا بعد؟ قال عداوته إلى يوم الدين. أعوذ بالله، ما هذا؟ أعوذ بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لو آمن بي عشرة من اليهود لآمنت بنو إسرائيل. يعني فمر الدعوة سنون الدعوة بأسرها مرت ولم يسلم منهم عشرة إلى الله المشتكى. عبد الله بن سلام وهذا الغلام، هذا الذي علمناه فقط، عبد الله بن سلام وهذا الغلام الذي قال له أسلم، قال أطع أبي القاسم عليكم السلام وكاته، والثالث كعب الأحبار، يعني من التابعين. فضل. أمة ملعونة، وصفية رضي الله عنها وأرضاها عندما أسلمت صارت أم المؤمنين. لما تأخرت مكتبة عن تاب؟ يؤذيني أن تتأخر، أريد أن أراك منتشرا في الأفاق من أول الدرس، رضي الله عنك. تفضل. قال الإمام البخاري رحمه الله قال باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم. قال حدثنا أبو اليمان الحاكم النافع قرنا شعيب ابن أبي حازم، وقلنا سلسلة مشهورة. قال حدثنا أبو الزناد، أبو الزناد عبد الله بن زكوان، وهي أيضا سلسلة مشهورة، أبو الزناد عن العرج عن أبي هريرة، وكثير من الأحاديث فيها هذه السلسلة. أن عبد الرحمن عبد الرحمن هرمز. نعم. عبد الرحمن هنا وعبد الرحمن هرمز هو من الأعرج. سيدي دائما حضرتك شعيب بتقول ابن أبي حازم، واختلفوا في اسم يعني؟ لا، وهات اسمه، ممكن يكون واهم مني. ابن أبي حمزة. ابن أبي حمزة أنا اللي واهم. قال أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال أبو هريرة رضي الله عنه قدم طفيل بن عمرو الدوسي وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، فقالوا يا رسول الله إن دوسا عصت وأبت فادعوا الله عليها.
فقيل هلك الدوس، قال صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وات بهم. عجيب، مع ان الانسان قال اللهم عليك بهم، اللهم عليك بهم، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم اجد وطأتك على مضر، اللهم سنك سني يوسف، صحيح. وهنا نعم اللهم عليك بهم، وهنا قال اللهم اهد دوسا، مع انهم قالوا ادعوا على 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 دوس، فقيل هلك الدوس، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني شوف قالوا، قالوا يا رسول الله ان دوسا عصت وابت، فادعوا على فادعوا الله عليه. ماذا قال؟ قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهد دوسا وات بهم، فهداهم الله واتى بهم جميعا. العلماء يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر في العداوه، ان خفت العداوه وقلت ولم يبرزوا هذه العداوة يدعو لهم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال وقال بسرعة أحمد، وقال يا أحمد خليك معي مجد، ماذا أقول أستاذ وجيزة؟ لا ما في، هو لا كده عافية أجي، لا إله إلا الله. فلعلك باخع نفسك على تعليم إن لم يكون إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، أسف. يقول لعلك قاتل نفسك. رسول وصف النبي صلى الله عليه وسلم في سورة التوبة، قال عزيزي علي ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. لكن المسألة على العداوة، إن أظهرت العداوة كانت العداوة ضارية، وكان يراد بالعداوة ظاهرة، والطغيان والظلم على المسلمين واقع كما فعلت قريش، يدعى عليه. ولما وضع سهل الجزور قال اللهم عليك به، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. الستة ماتوا، الستة قتلوا في قليب بدر، لكن دوس ما فعل شيء. اللهم اهد دوسا واتي بها، اللهم اهد دوسا واتي بها، فهدى الله دوسا واتى بها. وانا اقول لكم شيء، يعني الذي لا يرى عداوه في قلبه لاهل الدين، الله يجعله يميل لاهل الدين. هلا هو الاخت تقول لي اشتبكات بين النساء في العماره في البيت علشان ما قاله الأزهر من أجل غدا بعد الصلاة، انقسموا فئتين والمكان استيرى بالأجواء، والله المستعان على ما سيحدث بعد ذلك. يعني حقا أمور إلى الله مشتكى. نعم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أنت ترى انطباق ما قلت، إن وجد نفسه لا يعادي يميل للدين سريعا. يعني انت لما تجد رجل يقول لك اعوذ بالله، لحيه اعوذ بالله بكرههم، الله تجد هذا، تجده ابن اخو الشيطان، ابن اخي الشيطان على طول تتبعه سترى. يقول لك اخي لله 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 يا غبي، لله لك بكرههم لله لله، لا دي الشيطان بالشيطان يا ابن الشيطان في هذا الباب. فيقول لك بكرههم، الحمد لله انك بتكرههم، لان الله تعالى يضع في قلبك يعني ما يجعله يبعدك عن هذا الطريق. لكن تراه يقول شوف انا والله عاصي، لكن انا بحب الناس دي. يقول لك الناس دي ناس طيبه وناس فيها دين، احنا ناس متاخرين، يعني هو يقول لك لهم عاصي ولا ذلك، فاهم؟ لذا تجد الله تعالى يهديه سريعا، وتجده ايضا يوفق لخيرات ممكن ما يوفقش فيها الذي يسعى اليها. والدلال على ذلك بسرعه وجيزه، والدلال على ذلك يلا عشان افرح انا عشان بس افيوم منوفي صحيح، ده كمان بيفتخر. انا بقول له فيوم بعدله شويه، بيقول لي لا انا منوفي. لا في شيخ عندنا قال ارفع راسك انت منوفي، المنوفي قائد. الله اكبر والله الحمد. ما تتكلمش في الحاجات دي، اتفضل اتفضل خلينا في العلم. الله يكرمك. ده ابن محمد صاحب الغضب يعني، فربنا عز وجل يعني يرحمه. ماشي يا مروان. ممتاز ممتاز. ابو لهب ابو حمزه؟ مين ابو لهب؟ عم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب في ايش فيها؟ فين الشاهد الذي نريد؟ فين الشاهد؟ سيدنا حمزه كان لا يعادي، فاتى الله به. ابو لهب كان يعادي. يعني ممكن يقال بذلك ان هو كان حاسد، ابو لهب كان حاسد جدا، كيف ياخذ هذا المكان؟ فهو من يدينا في الاجسام. ممتاز. يعني ما في واحد يقول قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا ونتخذه ولدا. أليس هذا مثلا حيا؟ صغيرا رأته فقالت قرة عين لي ولك. إيش قالت؟ قالت في النهاية ابن رب ابن لي عندك بيتا في المسجد في الجنة. والطاغية الأرعى عن الكافر قال أنا ربكم الأعلى. ولذلك أنت تجد لما تجد تريد تكشف عن نفسك انظر أهل الصلاح تحبهم ولا لا. لأن الله قال وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عين، لذلك قال ان الله جعل احب عبدا ندى في السماء
فيكتب له القبول في الأرض. القبول في الأرض هنا لما تجد نفسك تحب الرجل الصالح فاعلم أنك من أهل الصلاح. فقال اللهم هدي دوسا وأتي بهم، ما كان عندهم عداوة فدعا له. أما قريش قال اللهم عليك بهم، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم قال اللهم اللهم سنين كسنين كسنين يوسف. لا ما شغلني شيء، ما شغلني شيء، أنا سألت سؤال وبنتظر الإجابة. طيب نعم، الباب الذي بعده. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما إن شاء الله لا تحدث فرقة ولا شيء بإذن الله، إن شاء الله الأمر يمر على كل خير بإذن الله وعلى كل يسر. يعني من استطاع أن يتكلم بالسنة ويمشي فليفعل ذلك، والله يتولى يعني الناس. والرفق الرفق 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 الرفق، وحتى من أراد يعني هذا الرفق 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 الرفق، لعل الله جل وعلا يجعل البركة فيكم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب دعوة اليهودي والنصراني وعلى ما يقاتلون عليه، وما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والدعوة قبل القتال. قال رحمه الله: حدثنا علي بن الجعد الجعدي، نعم، من ثقات الأثبات والجماعة. قال: أخبرنا شعبة، شعبة أمير المؤمنين في الحديث. قال: عن قتادة، قتادة ومن نوادر الحفاظ، وقلنا في لطيفة ما بين شعبة وقتادة، تذكر بسرعة بقى. أثبت الناس في شعبة، قتادة أثبت الناس في شعبة. لا، شعبة أسف، شعبة أثبت. لطيفة لطيفة لطيفة، تعرفها وجيزة ولا ما تعرف؟ ما خلاص بقى، أنت أقول لا أعرف ولا أعرف، ماشي مجنون. بقاء مين؟ نعم، كفيتكم تدليس ثلاثة وذكر منها قتادة. نعم. قال عن قتادة رحمه الله أنه قال: سمعت أنسا رضي الله عنه، وأنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، قال: فاتخذ خاتما من فضة، الحمد لله، فكأني أنظر إلى بياضه في يده، ونقش فيه: محمد رسول الله. يعني هو محمد فوق، رسول الله فوق، تصاعدية ثلاث سطور، السطر الأول محمد، السطر الثاني رسول، السطر الثالث الله. وقال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف التنيسي، صح؟ عبد الله بن يوسف التنيسي، سقاط الأزبات، رواه له الجماعة. قال: حدثنا الليث، الليث والليث بن سعد، مفخرة المصريين. قال: حدثني عقيل، عقيل وعقيل بن خالد، من ثقات الأزبات، رواه له الجماعة. قال: عن ابن شهاب، ابن شهاب الزهري أمين المؤمنين في الحديث، أنه قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عثمان. عبيد الله من الفقهاء السبعة، ثقة ثبت أمين، تقي نقي، كان عالما فقيها محدثا، وكان من أعلم الناس بعلم ابن عباس، لأنه قال: كان ابن عباس يطعمني العلم إطعاما. شوف لما يحب الشيخ تلميذه يعطيه كل شيء، يريد يعطيه كل شيء، يطعمه. وهذا قاله من؟ الشافعي ممتاز للربيع سلمان المرادي، قال: لو استطعت أن أطعمك العلم لا أطعمتك العلم. نعم. أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه، مع عبد الله أربعة من سبعة المكثرين عن النبي الأمين، ترجمان القرآن، صحابي من صحابي رضي الله عنه وأرضاه، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى، فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، يدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه كسرى حرقه. قال: فحسبت أن سعيد بن المسيب قال رحمه الله، قال: فدعا عليه النبي، حرقه، وهذه بعيدة، هي خرقه، فضل شمس، خرقه، مزقه، ما حرقه، هو مزقه أصلا. يبقى إذن لابد النسخة اللي عندك شوفها، خرقه مش حرقه. نعم، لكن غير التحريق، ما في تحريق اصلا، والتحريق يجعله ايش؟ رمادًا، التمزيق يجعله ايه؟ قطعا، ففوارق اهو موجوده. نعم. قال: فلما قرأه كسرى فرقه، قال: فحسبت ان سعيد بن المسيب رحمه الله قال: فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يمزقوا كل ممزق. الله اكبر. هنا في هذا الباب ان كانوا لا يقبلون الكتب الا مختومه، لذلك اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب، فاتخذوا خواتيم من ذهب، ثم بعد ذلك القاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: هذا يلبسه من لا خلاق له. ثم لبس النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضه، ونقش عليه محمد رسول الله، كان نقش محمد رسول الله،
كذا تصاعديا. شوف قال فكأني أنظر لبياضي بياضي في يده ونقش في ونقش فيه محمد رسول الله، كما قلنا ما كانوا يقبلون الكتب إلا مختومة، فاتخذه خاتما. وهذا يجعلني أقول بأن لبس الخواتيم في الأصابع للرجال ليست سنة. لبس خواتيم الفضة في الأصابع للرجال ليست سنة، لكنها جائزة. ولأن سلم اتخذها، ما اتخذها للزينة، ما اتخذها لعلة إلا العلة، ألا أنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوما. ومن لبس من أجل أن يتمثل بالهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم له بذلك الأجر. الأولى لا يلبسه، الأولى لا يلبسه، لأنه ليس بسنة أصلا. لولا ذلك لما اتخذه النبي صلى الله عليه وسلم. هم قالوا لا يقبلوا الكتاب إلا بإيش؟ إلا بختم. والأمر الثاني هو مسألة كسرى. جاءه يعني شوف الخطاب جاء لهرقل وجاء الكسر، قيصر وكسر. قيصر عظمه وقال لو استطعت نفس الماء تحت قدميه لفعلت ما ثبت الله ملكه، ولكن كسرى مزق الله ملكه. لما جاءه للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انه مزق الكتاب، تمزيق الكتاب هذه استهانه استهزاء، والاستهزاء من اكبر الكبائر. الاستهزاء والاستهانة من أكبر الكبائر. وبمن؟ سيد الخلق أجمعين. برسالة من؟ النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه، يعني يقرب من 10 ملوك قتلوا في عام واحد، بل 14 ملكا في سنة واحدة ماتوا جميعا، حتى قتل الولد أباه وقتل الأخ أخاه، وما بقي إلا العبيطة المغفلة، ما بقي إلا امرأة التي ترأستهم. فحينها قال النبي صلى الله عليه وسلم ها لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مزقهم الله جل وعلا تمزيقا، لأنه مزق خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعظم ما لكم لا ترجون الله وقارا. هرقل عظم الكتاب، ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت ملكه لأنه عظم الكتاب جدا. وأيضا كما قلت وقال لو كنت عنده لغسلت وين الماء من تحت قدميه. والكتاب كتاب 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 من النبي، والتهاون بأمر النبوة عظيم عند الله جل في علاه. ولذلك لما تكلم فقط في النبي وأصحابي، لما قال يعني ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أرغب بطونا وأجبن عند اللقاء، كلام سمر بالليل وهو ماشي، وما صرح بالنبي صلى الله عليه وسلم بشيء. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، نظر إليه فقال والله ما قلت ذلك، ما قلنا ذلك إلا إيش؟ إلا حديث الركب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، قد كفرتم بعد إيمانكم. أحسن الله عليك. الاستهزاء بالدين هدم لكل الدين. ولذلك من يستهزئ بشعيرة من شعائر الإسلام كالسواك مثلا، أو يستهزئ باللحية، أو يستهزئ بالقميص، هذا الاستهزاء استهزاء بالدين، يكفر ساعتها، يكفر ساعتها. يا ابني يا حبيبي، هو الاستهزاء ماله من الجهل في هذا الباب؟ الاستهزاء أدب، لذلك الاستهزاء لا يحتاج لإقامة حجة ولا إزالة شبهة. زي هذا المتين الخرتيت، هذا المغفل الذي كفر وفتح أبواب الكفر من أوسعها، الذي قال سلطانية سلطانية، هذا الغبي البئيس التعيس يستهزئ بكل شيء من 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 أصول الدين. وأي شيء تجده يعني شعار للدين يخرج يستهزئ به، كفر ورب العزة. ونحن ندعوه إلى الإسلام. أنت تستهزئ بآيات الله جل في علاه، تستهزئ وتقول للصحابة مجتمع انتشر فيه التحريش أيها الغبي، ها والله القرود أشرف منك، لو سمعوك لرجموك، ونحن نسكت على مثل هذا الغبي في هذا الباب؟ لا والله لا نسكت على مثل هذا الغبي بحال من الأحوال. ونقول له كفرت فارجع للإسلام. لما تقول بأن الصحابة المجتمع مجتمع تحريش، من قائدهم؟ من الذي رباهم؟ هذا طعن في من؟ ها في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فلذلك لما قطع مزق الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مزق ملكه، 14 ملكا ماتوا في عام واحد، ثم يقتل ابن أباه ويقتل أخ أخاه، ثم تتملك هذه المغفلة
وتترأس الناس فتتهدم الدنيا على عروشها، ولا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. اه والله ايه يا يوسف هذا ايه الذهب الذي يتحاضر بين احيائك هنا؟ قال كلمة والله غرست في القلب، قال النفاق الآن على المكشوف يا شيخنا، ردة ولا أبو بكر له. الله لا سيعود. أبشر أبشر يا يوسف، قد قال مثلا لا تزال طائفة من حق ظاهرين لا يضرهم من خلفهم ولا من خزلهم، نحن لهم بالمرصاد، حاسبوا أن الزوايا ليس فيها إيش خبايا، ولم يحسبوا أن في الرجال بقايا. ستعلمون وسيعلم القوم كلهم، سيهزم الجمع ويولون الدبر، ولأن أهل الحق لا يسكتون، ولأن سيف الحق بطار، ولأن الدين قال الله قال الرسول قال الصحابة ليس بالتمويه. فهنا الأمر كما قلت بأن كسرى مزق الله ملكه، لأنه لم استهان بخطاب النبي صلى الله عليه وسلم. هرقل لما عظمه عظمه الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام كفر مستقل. ما سمعت ما يقول الذي يعطس؟ ماذا يقول؟ يصلي الذي يعطس يصلي؟ الذي يعطس يصلي؟ يقوم يصلي؟ ماليش الذي يصلي عطس. تقول الذي عطس في الصلاة نفطر. قلت هذا يصلي ماذا يقول؟ قال يقول الذي يعطس ماذا يقول؟ يقول يصلي. قلت هذا سنة جديدة ولا ايش بالضبط؟ لا المستعان. حرمة وضع الكتاب بين يدي الكافرين، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السفر بالمصحف إلى أرض الكفر. فرق بين من يحارب ومن لا يحارب. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ديارهم أن تولوهم، أن تبرهم، ما تولوهم، ما قد تولوهم، تبروهم. وهذا فرق بين الولاء وبين البر، هنا القسط في التعامل. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.